أنت الله سبحانه وتعالى لا يسألك عن هذا. أرمغتي هو إيمان إنا بيزا كوماس دوبي. يسألك الله عن نفسك الآن. إيمان إذا كوماس هو. أنت ماذا صنعت؟ هو وكوزيك. هؤلاء الكفار الآن الذين حولكم. أرمغتي أوا أوا كنبري لوهاني لبوار بترى بيسرا. والله سيسألكم الله عنهم. إيمان إذا كوماس وربري لوهاني لبترى بيسرا. ممكن بعضكم يقول لماذا لا أحد جاء لدعوة والدي مثلا؟ أرمغتي. ممكن بعض الكفار الآن يشكوك إلى الله يوم القيامة يقول هذا مسلم ما علمني الإسلام. أنا بقى تياريجي أما لو ما ترى الإسلام ما مزاجها كنا ما كقولي كم زميلك ويرو الإسلام ما بريجي زاتو بيرو. ما دعاني إلى الإسلام. لم يدعني إلى الإسلام. هذا بقى ترى بريجي زو وها ما كنا بروح بيو الإسلام. الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد لم تبلغ الدعوة. الصغار هؤلاء يوم القيامة يبعث الله صغار أولاد الكفار يبعث الله لهم يوم القيامة ندعوهم إلى الإسلام. الله سبحانه وتعالى لا يعذب الكفار إلا إذا بلغتهم الدعوة. إذا لابد نبلغ الدعوة للكفار. نخاف عليهم. نحن لا نقتل الكفار. أنت ترى اليوم الذي يقتل الكفار هم الكفار. المسلم يحافظ على العهود. نحن الآن دورنا في هذه الدولة الإفساد أو الإصلاح. نحن دورنا الآن هنا في رواندا أن نصلح أو نفسد. ما هو دور كل مسلم في رواندا؟ نسعى لإصلاح المجتمع. ندعو لرئيس الدولة للحكومة ندعو أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى ما يحب ويرضى ندعو لهم بالهداية. ندعو الله أن يديم علينا الأمن. ندعو الله يدفع عنا الشرور. ندعو إلى عدم ارتفاع الأسعار. المسلم دور الإصلاح لا الإفساد. لابد يتعلم الكفار أن أهل الإسلام يريدوا إصلاح المجتمع. إصلاح البلاد. إصلاح العباد. المسلم أعطى المرأة كل الحقوق. المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة يحافظ عليها في الإسلام. لا يوجد مثل الإسلام في الدفاع عن حقوق المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان. الإسلام ليس دين إرهاب. الإسلام هو اسم الإسلام دين السلام.